بوابة واحدة لثقافات متعددة، أكثر من 80 دولة. حلو. بس هذا ما لحقت عليه، كنت فني، هذه كنت أجمع الفلوس هنا. هذا اسمي نايف مسعود عويض الأحمدية. كان وصل سعره تقريبا حوالي 7000 ريال. تأسيس العملة كانت كانوا الحجاج يجوا بعملات كثيرة، بعدها تيجي عملة الملك فهد رحمة الله عليه، وكانت من أشهرها 20 و200، لأنه هو البارود الصغير. ما شاء الله تبارك الله، جمعية الفنون والثقافة. السلام عليكم. الله يحييك سيد هاني، كيف حالك؟ طيب، ايش اخبارك؟ ما شاء الله، ايش عندكم انتم هنا؟ اول حاجة الله يحييكم قناة لحظة لايف، شرفتونا في جناح جمعية الثقافة والفنون. احنا مشاركين في مهرجان الثقافات والشعوب 11 المقام في رحاب جامعة الإسلامية. طبعا زي ما انت شايف احنا بنعرض الموروث الشعبي القديم من ازياء ومن تراث. طبعا عندنا الأشياء القديمة الأثرية، هذه جزء منها اللي هي الصندوق وشنطة المكياج. ما شاء الله تبارك. شنطة الخشب برضو، هذه شنطة خشب قديمة. نعم. تقريبا كم يعني نقدر نقول؟ والله العمر ما أعرف بالضبط يعني، لكن بس قديمة جدا يعني. الساعة، الإتريك أو الفانوس، العطور القديمة. طبعا عندك الزبون المديني، هو خاص بمنطقة المدينة المنورة. حلو. للزي النسائي طبعا، وطبعا المنطقه الغربيه يعني، بس هو المشهور في منطقه المدينه المنوره. وكانوا في ناس خصيصا يلبسوا اللبس هذا يعني، من ضمنهم خاله رمزيه استضفناها قبل كم يوم، كانت عندنا هنا خاله رمزيه عباس النصاصه طبعا يقولوا لها. هذه ابرز الجناح عندنا. وفي عندنا العملات الورقيه والمعدنيه برضو، اشتهر بيها جناح جمعيه الورقي والمعدني. طبعا زي ما انت شايف هنا في عندك جرة الفول القديمة. يا سلام، هذه قديمة مرة، موجودة الآن نشوف على أرض الواقع. في بس هذه مصغرة يعني. هذه المصغرة تطبيق. جميل. وعندك في المطبقية هذه يقولوا لها حقة الأكل، البراد أبو أربعة، عندك الهوندا والنجر، التليفون الهند ما كان فيه أرقام، وهذه العملات القديمة والورقية طبعا، وهذه العملات المعدنية. ما شاء الله تبارك الله يا شباب، زي ما أنكم شايفين قرش في عام 1356 قبل الدولة السعودية. هذا القرش رقم واحد، يعني أشياء قديمة جدا تاريخية. لا يفوتكم إذا فاتكم هذه السنة المهرجان. ترى المهرجان يعاد كل سنة في نفس الجامعة الإسلامية. ما شاء الله تبارك الله، زمزم داخل المعرض. الآن أذان المغرب، وما شاء الله تبارك الله خلاص، حتى شوف الكشاف الآن الموجودين، الجوالة مو الكشافة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أن صالح الأعمال. خلص كده، خلص صلاة المغرب، نتوجه نكمل حلقتنا عن مهرجان الشعوب. طيب يا أخوان، هذه الطاقية يعتبر طاقية أفغانية اسمها البكول. عندما يشتد البرد في أفغانستان ستجدها على رؤوس كثيرين. فهي معترفة في أفغانستان. نحن الآن وصلنا في أفغانستان. وصلنا أفغانستان. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما شاء الله تبارك الله، إيش عندكم أنتم هنا؟ يوجد عندنا هذا اللباس أفغاني، هذا طاقية أفغاني. تشرفنا، أهلا بكم جينا أفغانستان. وسهلا في دولة أفغانستان. ويلكم تو أفغانستان. أفغانستان خوش آمديت. أفغانستان تخر أغلاص. أفغانستان خوش كلفسيز. خوش كالدنز أفغانستان. بيم فيني أفغانستان. حياكم الله يا زوار الكرام، قدومكم فوق عيوننا، حياكم الله. يوجد هنا الصناعات كلها شغل يدويا. شغل يدوي أفغاني. مثل هذه السجادة فيها اسم الله الحسنى، كلها شغل يدويا. وأيضا اللباس ولباس الرجالي شغله أيضا يدويا. وهذا الطاقية شغله يدويا. ما شاء الله تبارك الله، هذا كله شغل يدوي. يدوي.
ما شاء الله تبارك. هذه الحافظة ينتقلت عن حار من مكان إلى مكان قبل 150 سنة سني هذا. هذا قبل 150 سنة قلت لي؟ أيوة. إيش هذا 150 سنة؟ لكن هذا الشغل يدويا هذا من حجر. هذا من حجر. في إيش استخدم هذا؟ يستخدم فيه الطعام. يحافظ على الحرارة. أيوة حافظ على الحرارة. جميل. وأيضا هذا البراد الشاهي. طيب يا إخوان وصلنا تايلاند. السلام عليكم. السلام عليكم. جندي طرف سو بتهت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله. إيش عندك أنت هنا؟ سواليكاب. عندنا هذا جناح تايلاند. عندنا عندنا مكان للسياح. تايلاند دي مكان للسياحة. يعتبر سياحية منطقة. ومنتجات طبيعية. منتجات طبيعية من الزراعية تايلاندية. وأيضا عندنا طعام مشهورة. شباب دحين هذه الطاقية زي ما أنكم شايفين لابسها يعتبر من الجيش التايلندي كده يلبس على هذه الطاقية. هذا يعتبر أنا الآن في دولة تايلاند. فهذا أشياء يعني عندنا مشهورة أيضا بالمساج. مساج تايلندي يعني سمعت عنه رقم واحد في تايلاند. وهذا من منتجات. منتجات ال. منتجات من تايلاند. من تايلاندية. جميل. بعض منها يعني وصلت للسعودية وبيعه مثلا الروس وهكذا. عندكم البيوت هذه اللي يعتبر بيوت شايفها زي الصينية هذه. ايش الفرق بين البيوت الصينية والبيوت التايلاندية نقدر نقول؟ طيب البيوت التايلاندية يعني صنع من الخشب اكثر من الخشب يعني من جزء الهند مثلا. وايضا هذا مثلا هذا شكل هذا بيوت يعني حق رئيس قديم. قديم جدا. قديم جدا. عندكم ما شاء الله اللي عارف ما شاء الله انتم مشهورين في البخور. ايش البخور اللي معكم؟ البخور تايلندي. بخور تايلندي. ايضا يعني في جبل مشهور يسمى جبل كاوياي. جبل هذا يعني كله يعني جبل يقول عود طيب يعني. طبعا اليوم يوم الشاي العالمي. يوم الشاي العالمي. الشاي العالمي نعم. وانتم في جناح دولة افغانستان اهلا وسهلا بكم. ما شاء الله. وعندنا اربع انواع من الشاي. هنا الشاي الزعفراني المشهور. وهنا الشاي الأخضر. طبعا أفغانستان معظم الناس يشربون الشاي الأخضر مع العسل. وهذا الشاي عسل نعم. وهذا الشاي القرزواني. عندنا منطقة جبلية في جهة شمال أفغانستان يوجد أفضل أنواع الشاي الأخضر حتى يحسب في العالم. أيضا الشاي زعفران مع عسل. يوجد عندنا الصنوبر. الصنوبر يعتبر من دولة أفغانستان. أيوة أفغانستان. جميل. يوجد عندنا الزعفران. الزعفران أربع سنوات أخذ المركز الأول في العالم. الزعفران وليس الزعفران. الإيراني. لا لا ليس الزعفران هيراتي أفغانستان. 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 جميل جميل ما شاء الله تبارك الله. وهذا حقيبة نسائية الحافظة شغله يدوي. هذا شغل يدوي. يدوي نعم ممكن جربها. ما شاء الله تبارك الله تقيل كمان واضح. أيوة. عمل هذا حجر كريمة من أفغانستان. هذا خاتم هذا ولا إيش؟ لا لا أسورة. أسورة. هذا الرجالية يعتبر النسائية. النسائية يوجد. هذا يعتبر كلها نسائية. جميل جميل. يوجد معه الخلية ودم فوق. قبل 200 سنة يستخدم النساء في الحرب. يستخدمون في الحرب هذا. أيوة. هذه النساء يلبسونه في الحرب. النساء. النساء. أما الرجال يستخدمون أشياء أقوى من لكي ما ينكسروا في أي ضربة بالسيف ما ينكسر. هذا لتقديم الشاي. تقديم الشاي والطعام والحلويات. هذا أيضا أكثر من 100 سنة. هذا أكثر من 100 سنة. أيوة. لأنه شغل يدوي. وأيضا عندنا لما يأتينا الضيف يجلس ويأكل طعام قبل الطعام وبعد الطعام يغسل يديه عند السفرة. ما يكفى يذهب إلى دورة المياه لكن يخرج. وأيضا هذا شغل يدوي. ما شاء الله تبارك الله. يعتبر أفغانستان يعني بالشغل اليدوي يعتبر أي كل شيء تقريبا بشكل يدوي. وحتى هذا قاليم هذا سجادة كبيرة شغل يدوي. خريطة أفغانستان. هذه خريطة أفغانستان. شغله يدوي. فيها المناطق المشهورة وضع صورة الذي فيها الأماكن المشهورة. يعتبر مناطق نقدر نقول إنها مناطق صحراوية. مناطق صحراوية وأجمل المناطق المشهورة وضعهم فيه صورة.